السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماب رويت هو فكرته ظريفة. هو بيقول لك إن الأوبن ستريت ماب فيه عدد كبير جدا من المطاعين على مستوى العالم، فأنت تحس كده إن مفيش حتة في الخريطة عايزة ناقصة انتشار فيها. عندنا جزء كبير جدا في مصر، خش وتوكل على الله معانا، يعني أهلا بيك. طيب هو بقى بيقول لك إيه، أنا هساعدك وهديك أماكن معينة ونتحدى بعض فيها إن إحنا نقدر نعملها. طيب هو جايب لي حاجات كتير قوي، فانا بقول له لا انا عايز اشتغل في مصر، فبكتب له ايجيبت، فبيبدا يجيب لي اكتر من مكان بيكون فيه معلومه ناقصه. تمام، خلينا نروح سوهاج. تمام، بيقول لي في بعض الحاجات كده محتاجه ان انت تشتغل فيها، فاقول له ستارت. فبدي تلاقي في مثلا ان هنا في معلومه ناقصه بلاي ستيشن، ماشي، بيجيب له كل المعلومات، وناقص بقى ان انت مثلا بتقول له ايديت وتبدا تعدل المعلومه الناقصه فيها. كل مره بيبدا يدخلك على اماكن موجوده في بلد من البلاد، وانت تبدا ان انت تدخل المعلومات الناقصه من خلال الخرائط. وممكن تقول له اوريدي فيكسد، دي صلحت، او تو هارد، او انا مش قادر اشوفها، او ايديت. ايديت بقى بيبدا يفتح لك اوبن ستريت ماب ويعمل لك زوم على المكان وتبدأ ان انت تشتغل عليه. طيب في حاجة عامة مش خاصة بالموقع دوت، لكن انت ممكن لو انت عايز تستخدم الذكاء الصناعي هتكتب ماز ماب ويز دوت اي اي، ماب ويز اي اي. تمام، وتبدأ بقى تشوف ايه المكان اللي انت عايز ان انت تفحصه، فهوت ماب، وبعد كده تشوف يساوي اللي بعديها ماب ويز اي اي. هدخل على اللي هو راب اي اي ستارت مابينج، فهو بيبدا يفتح الخريطه وهتلاقي كلمه ماب بتساوي. فبعد ما بتساوي دي تقدر ان انت تعمل بيست للكلام اللي انت كنت واخده اهو، وادي له انتر، هيعمل لك زوم على نفس المكان زي ما انت شايف اهو. فهتبدا انت بقى مثلا ايه، هتسهل عليك، بدل ما ترسم هتشوف ايه حاجة القريبة، بس لازم نراعي ان هي ما تبقاش مظبوطة قوي، فانت لازم بتعمل لها موف. لو انت ساكن في المكان ده وتعرف اي معلومات عنها بتكتبها. تمام، ده بيسهل لك الجزء من الشغل، بس مش معنى كده ان انت خلصت الشغل. تقدر تعمل موف لديت، غالبا في اشكال مباني كتير ما تبقاش مظبوطة، فبنبدأ نشتغل عليها نظبطها. تمام، الشكل زي ده مثلا مش مظبوط، ده المفروض تلغيه كله وتبدأ ترسم مبنى مبنى مثلا. تمام، زي ما انت شايف هنا ده الشكل هنا مش منتظم خالص، فما ينفعش نعتمد عليه. ممكن اعمل سيلكت مثلا على دوت. تمام، وتبدأ تشوف هل الجزء ده فعلا موجود ولا لا. ممكن اقول له ايه، انا عايز اعمل موف للنقطة دي اللي هنا مثلا، واقول له النقطة دي انا عايز اعملها ديليت. تمام، والشكل ده كله تقدر انت تخليه متساوي، تقدر تعمل له موف، فهو بيسهل عليك، بس مش معنى كده ان احنا نعتمد عليه 100%، لان ممكن يكون شغل مظبوط. يعني هي المباني دي، دول 3 مباني هو شايفهم كذكاء اصطناعي مبنى واحد، فلازم نخلي بالنا من النقط ديت ونحاول نعمل شغل دقيق، لان في ناس كتيرة ممكن تعتمد على الحاجة اللي انت رسمتها.